حرك يلا حرك يلا. يلا 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 بدك تطولي بالك حكومة ولا تدفشي ليك نفاتين لجوا. لك ليش قعدت عند منا؟ مو معود هون شباب؟ شباك عم ترجو؟ شو بالظاهر أول مرة بفوت على السجن يعني؟ إيه خير خير. شو عامل حتى دخلوك لهو؟ أخي على حب النبي اتركني بحالي، والله العظيم مالي ناقصك. ماشي ماشي روقوا. مسيك هلا اشرب لك بلعة مي بعدين بنحكي مسيك. على مالك على مالك. انت ليش قاعد هون ولا ما تقوم تلاقي لك شغله تشتغلها؟ طيب شو بدي اشتغل يعني؟ والله ما بعرف، قوم زبط لي اليطق تبعي، قوم لاقي لك شغله اشتغلها احسن ما لك قاعد هون. عم يستر على عرضك اتركني، الله وكيلك مالي ناقصك. شو ها؟ اسمعوا لا بتزين كلامك وما بترفع صوتك بوشي، فهمت ولا لا؟ لك عمي شو قلت لك حتى جاي عم تتبلاني؟ شبك شو بدك فيني؟ خرجت ولا؟ لك لا عم تضرب! لا عم تضرب! اجي على بالي يضربك عم ضربتك، الك عندي شيء؟ ابو صغر ايه اللي عند منك؟ مو عيب عليك تضربه للشاب؟ شو عامل له؟ ليك عبود الله يستر عرضك، انت لا تتدخل بالمعمك بنوب احسن لك. ها ايوه شو بدك تعمل يعني؟ عبود مشان الله مشان الله والله القصه ما لها محل زي تتخانق مشان يعني خلص طول بالك طول بالك مشان الله طول بالك. لا تتدخل بيني وبينه رشيد، وقف على جنب انت لك واقف واقف هو. فرجيني اشوف لك تساوي. بدي اكسر له راسه وبعدين اكسر لك راسك. لا لك عبود ايدها بصخر هي ما حدا استرجع ومسكها قبل منك بنوب. لا تاخذنا. ها؟ لا لك عبود انا ابو صخر. ولا ما بتعرف مين ابو صخر يعني؟ يا ابو صخر انا ابصخر لك عبود. لك انا ابصخر. لا يا لا يا عبود لا يا عبود لا يا ابصخر لك.
اسمع عم صخر، هالمرة رح مرة لك ياهيك، مرة تانية ستقرب على رشيد ترموني يا لك منو. اسمعوا يا رجال، اللي بيقرب على رشيد ترموني يا له. ابو صخر. نعم سيدنا. تعال عندي لهون. مور سيدي. مين اللي عمل فيك هيك؟ ما حدا سيدي، ما حدا. شلون ما حدا؟ اللي عم اشوف وشك، مين ضربك هالضرب؟ سيدي ما حدا بيطلع له مع بصخر، بس انا كنت نايم وشفت حماتي بالمنام، قمت تفركشت واجيت على خلقتي. يعني مو عبود يضربك؟ قلنا لك سيدنا عبود ما دخله، لا من قريب ولا من بعيد، شوفت حماتي عملت فينا هيك. فوت لجوا. شاي لأحلى عبود. الله يسلم الديات. تفضل معلم. تعرف شو؟ منيح لي ما فسد عليك. بس بتعرف؟ والله عجبني هلا بصخر، عجبني تمام. خصوصي لما سأله مين عامل فيك هيك؟ قال له شفت عماتي بالمنام وتفركشت على وشي. اي والله معك حق. اي بس معلش شيء. معلش خليه يتربى، اتقلى معك لأنه والله ما رح انسالك ياها يا عبود، عن جد ما بعرف كيف بدي كافيك. نحن بخدمة الطيبين عمي. قوم فز على حيلك انت ويالا، شوفوا لك. اليوم طلع قرار سيادة الكولونيل، في 30 سجين رح يطلعوا بنص المدة، وفي 4 موجودين عندكم بالمهجع، اللي بقول اسمه يجهز حاله ويضب اغراضه لأنه رح يطلع من بكره الصبح من هون. فوزي الزركلي. حاضر سيدي. مبروك. مالك معلم؟ على راسي. جابر البلاط. حاضر سيدي. لك شبح. حاضر سيدي. فرح من قلبك يا رجل. صالح الحسن. حاضر. ايه ها هيك بدي اياك. الحمد لله بالكم جميعا. ان شاء الله الف مبروك. على راسي يا رجال. ان شاء الله بال عنكم يا رجال. ذكر ما تنعاد. ايه سيدي، مين هو الرابع؟ سمعنا لنشوف. عبد الرحمن الشامي. الله اكبر، الله اكبر. مبروك يا عبود. نفع بالك يا رشيد. عبالة. ان شاء الله الف مبروك يا شباب، الف مبروك. الله يبارك. يلي طلع اسمه يجهز حاله ويضب اغراضه لبكره الصبح، واللي ما طلع اسمه ينبر وينام. يلا لشوف. رشيد، هدول 10 سنين ظلم قضيتهم وهو متحبس، كنت عم بستني هاي اللحظه لحتى تطلع، لحتى روح الدين اللي ظلمني. ابضاي، منا عليك بطلب؟ قل لي ابضاي. انسى اللي راح يا عبود، وسامح كل الناس يلي ظلموك، وبلش حياه جديده يا اخي. لا لا يا رشيد، إلا ما حبيتها منك منوبة. عم أقول لك مستني اللحظة، استني لحتى دوقن الويل اللي دوقوني إياه. لك هدول 10 سنين قضيتهم بالحبس، والله والله، واللي اسمه والله كل يوم قضيته هون لحتى دوقن المر بداله. السلام عليكم يا رجال. والله رح بشتاق لك يا رشيد. والله وأنا كمان يا عمي. بس تطلع من هون بخير وسلامة إن شاء الله بتجي لعندي مني على الحارة. بس طلعنا توكل الله، رح تطلع إن شاء الله، رح تطلع. يلا السلام عليكم. يلا الله معك. السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. لحظة سيدي بعد إذنك، هذاك ودعني أبصخر. مهوني عمي روم، الحمد لله على سلامتك. مهوني هيك ناشفة يعني أبصخر؟ خلصني أنت وياه بقى ولا بدك تقضي لي سلامات؟
تك يا سيدي، الله يستر على حريماتك، تك بس. طب صخر شو بدك؟ اخي اخوك الصغير غلط مع منك، ما بتسامحه؟ الله يسامح على حماتي، الله يسامحها. الله يسامحنا جميعا. اهلين اهلين عمي. ابو صخر يا سيدي، هذا رشيد زلمه ابو ضاي وزقرتي، ما خرجوا مشاكل، بدك تدرنا بالك علي. شعر شواربي بقلبي وعيوني، روح عمي روح اتكل على الله. والله على راسي. اهلين عمي عبود. يلا السلام عليكم. الله معك. استوى ما شفته منا. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك عبود. الله معك عبود. الحمد لله على سلامتك. الله يفك اسرنا كرامي لمحمد يا رب. تعال جنبي رشيد تعال. ان شاء الله بتنذكر وما بتنعاد. ماشي يا اهل هاتي، هلا بفرجيكم عبود الجديد. اذا ما بخليكم تشتهوا الموت وما تلاقوه، ما بكون عبود الشعبي. ولسه الخير لقدام يا اهل هاتي. زمان يا حارتي. فستو يا عبيد. تازه الفستو؟ تازه معلم. تازه شو؟ قديش احط لك؟ شبك لا تتلبى. لا بتتوقع لك عمي توقع، يلا رو درمل منه. قولي شبك لا تتلبى. يا السلام عليكم. تفضل يا اختي. سجلنا بحضرتك. رامين. مرحبا عمي سيار. اهلين. بدي رطلين بطاطا لو سافر. نعم. ياب قاعد تزبطوا ها؟ اهلين ابو فهمي. هلا. الزيت من عندك ولا من عندي ابو فهمي؟ لا انت جبت لك اياهم انا. تكرم عينك. زبط لي حمضون ها؟ بلا دورة كتر لك. لا تكتر ملاك. حمص لك حط. حمض زيادة ولا مثل العادة؟ لا بقول لك سكر لي. على عيني. يا ترموز ترموز. يلا عبد المصطفى ترمز ترمز عبود 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 عليكم. وعليكم السلام. عليك. عايشين ومبسوطين وعين الله عليكم. ولا عدكم دكيتوا واحد بالسجن 10 سنين ظلم. بس شو عليه؟ الله عالظالم يا اهل حارتي. الله عالظالم يا اهل حارة اللوز. اعمي شحني ليكني قدام منكم حي ارزا طلعت من السجن نص محكوميه حسن سير وسلوك يعني ما قتلته لابو خالد الفاكهاني اللي قتله لابو خالد الفاكهاني قاعد بينكم عم ياكل ويشرب من اكلكم وعم بيسوح وينوح قدام منكم ما كن شايفينه منوب يعني بالمختصر عم يضحك عليكم ايه وهلا شو بدك يعني؟ شو بدي؟ تبع معي زعيم لهلا. اول باشتان انا طلعت من السجن. ثاني باشتان قلبي مليان منكم خيرات الله. ثالث باشتان انا يا زعيم انحبست 10 سنين ظلم. 10 سنين ظلم يا اهل حارتي. معلش يا عمي نحن اولاد اليوم. بعون الباري كل يوم بدي اعمل عيب وكل يوم بدي اعمل مصيبه ومشكله واللي له عندي شيء يجي ياخذه من الرقبه.
وحياة مين زرع الشوارب بخلقتي، وحياة مين زرعهم بخلقتي وبيكونوا على حريمي. إيش كان باب خليكم تندموا على كل شيء عملتوه فيه. خلصت يلا استودعناكم. أسعي أسعيك عمي، أسعي عاشتم في العالم. أسعي عبود نوري خليني ربي زعيم. لا نوري لا، عبود بضل ابن حارتنا. هلا فاير ومعصب بس بعدين الليل بأمرك زعيم. يا شباب عبود ما بدي حدا يتعرض له بنوه، سامعين؟ عبود عن السلام عليكم. كل واحد على شغله، كل واحد على شغله. يلا يلا يلا. مين؟ لا عشان تفتحي انا عبود. عبود عبود خالتي تامر قلبي تامر يا ابو تامر يا ابو تامر يا ابو تامر يا روح خالتك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يعمي تعال 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 أول شيء أماني مشان ورا الله لا تبكي، هي آخر مرة بدي أشوف دمعتك فيها. والله والله واللي اسمه علماء جمال دخليون يندموا على الساعة اللي ظلموني فيها. والله تامر قلبي تامر قلبي اشتقت لك. وأنا اشتقت لك يا أمور، والله اشتقت لك كثير. والله لخليون يندموا على كل دمعة نزلت من عينك. والله احكي لي يا ماما، احكي لي كيف طلعوك. ربك ما بينسى حدا يا أمور. أنا طالعوني نص مدي لأني تربايتك الطاهر، بس والله والله لا يندموا على الظلم اللي ظلموني اياه. والله ألف الحمد لله، ألف الحمد لله إني شفتك بخير يا ابن محمود. تامر قلبي اشتقت لك تامر قلبي. معلم نوري كيفك عمي؟ والله الحمد لله، انت كيفك؟ عم بيعمل شيء يا. والله من وقت اللي اجى قاعد ويانيك. ايوه يلا نسلك رايك. الله معك، مع السلامة. وسطك انت شو بالظاهر خوفها؟ بيني وبينك المعلم نوري بخوف، ولا تنسى انه عمو زعيم، زعيم ابو شكري، زعيم حارة اللوز كلها بدك يا دماغ. الي اسمعوا حلقة عمي، اسمعوا يا شباب، والحاضر يعلم الغايب. لا هو ولا 100 واحد من شاكلته بخوفوني عمي. منيح منيح، شو في احلى منيح. خير شباب؟ ما في شيء ما في شيء، واشر لك. شيل ايوه، على محلك على محلك شوي شوي.
شوي شوي تعال ساعدنا يلا واحد اثنين ثلاثة لسه الخير لقدام عمي مرحبا شباب لك اهلين عبود اهلين بالشكر اهلين بالشكر عبود لك شلونك لك شلونك طلعوه لا والله لساتني هنيك شلونك عجين فتيلك اشوفك قزيت عين عنك مثل ما تركت مثل ما انا اهلي عمي عبود شو في رزق خير الله ايه الحمد لله قزيت العين الحمد لله لا الحمد لله لك عبود مو على اساس مؤبد وما في طلعه وما بعرف شو لا طلعوا غلطانين بالحسبه معي طالعوني نص مده حسن سير وسلوك ايوه عود عود شرف عود كاسه شاي شباب يا اخي مالك شايف؟ انا اللي مالي شايف انا مالي شايف ولا ليه عم تمد ايدك تغلط؟ انا عم بغلط ولا حرمي؟ درمل من هون يلا قبل ما اكون امك بارضك يلا ضب لسانك بحلقك احسن لك ها؟ يا ميمتي يا ميمتي وايش كان ما ضبيته يعني؟ انا بضب لك اياه صياح يا شباب الشيطان يا شباب خذ بالكم يلا نشوفك ايه هات شوفك روح يا طيب يا عمك عمي يا شو يا يا زكرتي شو في يا ابني ابن اخوك فارس يا زعيم شبو على الان هو عبود وسحبوا الشبريات على بعض شلون حكي والله يلا اسبقني لشوف قال يما الله شاقتك بارضك ها اتركهم لي ده اتركهم ايوه خلاص انت وياه يلا بعدوا عن بعضكم يلا لشوف بامرك زعيم هات لنا هوني حقوني على المضافي انتو الاثنين يلا الله حيز من التاوية والله شو هاد لك عبود؟ ولك مو عيب عليك تمد ايدك على شب صغير؟ ايدك يا زعيم بعدين انا ما دخلني منه ماشي بطريقي وطلع بخلقتي لا عمي هذا الحكي ما صار شو يعني ما صار كذاب يعني انا 60 كذاب خلصنا انت وياه شي يلا كل واحد يروح على شغله وهي القصه انسوها ولا كانها صارت يلا امرك عمي امرك زعيم عبود مرني زعيم استنى انا عاوزك ليل عيونك اسمعوا لا مشاكل بالحارة ما بدي فهمها؟ بعدين ما لقيت غير فارس تبي بلاك عليه هذا فارس لتشوفه شاب صغير والله إذا جد الجد بياكلك أكل إيه؟ إني كلمتين إذا بتعمل أي مشكلة بالحارة الحارة كلها مالك فوتي لا زعيم هاي الحارة حارتي وهيك ما بصير عم ترد بوشي كمان عم ترد بوشي واللي بسط الارض ورفع السماء اذا بدرى انك عامل مشكله وحده صغيره غير عن الحبس ماني برجعك فهمان عمرك زعيم نحن بخدمه الطيبين امثالك وشكري بتبعد عنه واذا بشوفك معه رجلتينك بصه يلا احد شو عليك؟ والله لسه ما شفتوا مني شيء يا هالحارة اللوز
حكومة ورصاص. يلا شفتك ولك العمى بعيونك العمى. عفوا يا سيدي. استنوني هون. حاضر سيدي. السلام عليكم زعيم. شايفك خير شو في؟ والله نحن سمعنا على الخناقه اللي صارت بالحاره زعيم. اني خناقه؟ ولو الخناقه اللي صارت بين فارس وعبود الازعر، وقالوا لنا العالم انه هن عندكم بالمطار. بقى وينهم؟ ها؟ ليش بدك اياهم؟ بدي اخذهم سيران. ليش بدي اياهم يعني؟ بدي انقبض عليهم. عزام لا تطول لسانك وتحكي كلام شروي غروي. ايوه انا بعتذر زعيم، بس يعني نحن بدنا اياهم عندنا بالكركون مشان الخناقه اللي صارت بالحارة. لكان لا صارت خناقه ولا شيء، شباب عم يتمازحوا مع بعضهم. انت شو لك عندهم؟ والله معك حق زعيم، انا شو دخلني؟ انا حشري الحق علي. انا بعتذر زعيم. يلا السلام عليكم. عزام نعم. بطل لي اياها هاي الفسفسه تبعك. فسفسه؟ انو فسفسه هي؟ فهمت علي منيح. يلا ورجيني عرض كتافك. يلا حاضر راح افرجيك عرض كتافي انا. يلا السلام عليكم. قلق علي يميلك زكور، رحت لك يا ضرب نسيته حليب امه. لك ان شاء الله ما بتدخل انامي يا اخي. ابو ضاي مو بايدك. الله عياك. وين اجى المعلم نوري؟ يا ميمتي ليك شلون بدني عم يقصف قصف من رعبتي. ايه وايش كان اجى نوري يعني؟ والله هيك مو جايبه بدوب على خير. هلا بنشوف اذا جايبه على خير. اهلين بالمعلم نوري. الله لا يحرمنا ياك. اي والله عليه بزقرتي. الله لا يحرمه ياك. والله نحن بلاك لا شيء، انت الشيء ونحن الله. اخ بس لو شايفك بما اشوف الزعيم لكن دفنتك بارضك. بس عمي وصاني اني ما مد ايدي عليك. اسمعلك عبود، اذا بذرة انك تعرضت لاخي فارس مره ثانيه اقسم بذات الله لاشرب من دمك. لك عم تضحك لك عبود؟ عم تضحك؟ شو بقى مثل الحريمة بلا؟ عشان تتذكر ما في حريمة بتخاف مثل منك شباب. لك هذا نوري محي الله. إلى خير الله. لا إله إلا الله، آمنت فيك يا الله. سلام عرجال. شو يا ابو جمال ما اجى ابو ضاهي؟ طول بالك علينا شوي، تك وبيكون هون. مشي. السلام عليكم يا رجال. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا معلم نوري. اهلين استاذ. شو يا فارس؟ صاير عم تعمل لي مشاكل بالحارة؟ اني مشاكل هي؟ ها! اني مشاكل هي؟ اليوم الظهر ما عملت مشكلة مع عبود الازعار؟ طيب وانت مين قال له؟ العصفورة! مين قال لي؟ فاعل خير! ايه يعني عدم مؤاخذة بس فاعل الخير والعصفورة كذابين بلا منودية. ليك؟ سلام عليكم. السلام عليكم. أهلاً. شرف عمي الله. شرف عمي الله. شرف عمي الله. أحلى شباب حارتكم. أهلين والله. أبو علينا يا أبو ضاهر. لك كرمال الله لا تورزوني. ماشي الحال. إيه سيدي. لو بعد السلام عليكم يا سادة يا كرام. اليوم رح نحكي آخر جزء من قصة البطل أبو زيد الهلالي. الله الله عليك. بطل التاريخ والفارس المغوار. مثله ما شافت حدا بين البلاد. لك عبود
خير شو بك وشك ما عم يتفسر؟ خير؟ منين بده يجي الخير؟ ها؟ ما سمعتوا للزعيم بإذنك بده يقلعني برات العارة؟ لك قسما بذات الله لو حدا تاني كان عم يحكي الكلام، لكن شخدته قدام الخلائق. يستر على عرضك، يستر على عرضك يا ابو ضايم ابن مشاكل. بعدين والله شفت لك الفارس شب زقرت معدل ما في منه. ضروري تضربه وتروح على الزلمه، ما قلنا الزعيم ما بدنا مشاكل. ايه وبدك ياني انا اسمع للزعيم؟ اسمعوا لحريمي، انا كل يوم بدي اعمل عي وكل يوم بدي اعمل مشكل، واذا كان في رجال بيناتهم بالحاره يجي يواجهني. لك عبود بدي اسالك، انت قدو للزعيم ابو شكري؟ لك زكو انت عندك للسر مطرح بير ماله غرار. حدا قال لك شي مرة انك حريمي؟ لا والله ما حدا قال لي. هذا رح قال لك زوز كلام، انت حريمي ومكتر. منيح عرضية. وراح ابو زيد هو ورفيقه دياب بن غانم ليجيبوا راس الزيناتي خليفة. سافروا برحلة طويلة من أرضهم لأرض الزيناتي وشافوا الويلات بهي الرحلة، وبيوم من الأيام كان دياب وأبو زيد نايمين بهالبرية وإذ بيطلع لهم ديب أسود مكشر عن نيابه. يا باطل السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي زكو شلونا؟ شاي لهون، شاي ما عنا. اتنين قهوة لهون، كمان ما عنا. شرب مليسة. اتنين مليسة لهون، ما بينعز عنك قبضاي. مثل ما لك شايف، القهوة مليانة خزينة العين، ومشاريب ما عنا. كأنك عم تقلعني يا جماعة. فهمها مثل ما بتفهمها قبضاي. خلصت. امشي زكوني شو عندي بالبيت. عرضية معك معبود عرضية. يلا السلام عليكم. يعطيكم العافية. عيب زكور والله. لا الله لا يحرمني. شرف سيدي شرف. يا اخي مزوين. ليكون نوري. لك شو بك بتضلك خايف انت؟ لك حاجة تقول لي بتضل خايف. الله يسترنا. لك شو كنك نسيان انه هو جاي على بيتي؟ يعني اش كان عمل اي عي بيكون عم يعتدي علي. لك وين رايح؟ لك قيمك العمى ضربك صحي. يب اسمع لا يستر اسمع. قلت لك بالحارة ما بدي مشاكل، بس الظاهر انت ما بتفهم الحكي وانا جاي فهمك بطريقتي. انت كبيرنا زعيم، ضروب اذا كان بترتاح. اي اخر مرة؟ انت فهم؟ الي لشوف شو بدك؟ اه؟ شبك هو شبك انت سيد عزام؟ شبك عم اقول لك هذا سلاحنا، هاي العصايه تبعنا عمي. انا جاي اقدم شكوى، في حدا دخل على بيتي واعتدى علي وبدي اياك تحبسه. ومين اللي ضربك واعتدى عليك بالبيتك؟ اه؟ هذا الزعيم ابو شكري. الزعيم؟ وبدك ياني احبسك يا؟ ايه وشبكن انت ترتوا على حيلكم هيك حكومه؟
ايه سيدي الزعيم ابو شكري شو يعني؟ هو ابن تسعة ونحن اولاد سبعة يعني؟ روح لقلك، انت مجنون ولك بدك ياني احبس الزعيم؟ انت اكيد جني ولك هذا الزعيم ابو شكري هاد زعيم الحارة كلياتها ما بدك ياني احبس لك اياه من شان واحد ازعر من تحت هيدك؟ طالما طلع شو علي؟ بس بتعرف لوين رايح الاتينية انا؟ لوين يعني؟ عالسرايا سيد راسي. ايه نعم عالسرايا رايح له. جيت اشتكيت هون بالمخفر على واحد اعتدى علي ببيتي وانت مالك بيتي. روي سيد عبود روي. شو سرايا ما سرايا؟ طول بالك، انا هلا رح اروح شوف شو القصة وانت روح شوف شغلك. الله معك، مع السلامات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه روي حكومة ما صار شيء، بركي صار معنا شيء على الطريق يعني. ايه معك حق. السلام عليكم. الله معك، مع السلامات. أعوذ بالله، شو المصيبة هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على نهار الزعيم العمى. ليش هيك سويت؟ هذا بدم الزعيم أبو شكري. ولك أنا عملت هيك يا منظوم لحتى ربيهم مشان يعرفوا إنه عبود ماله قليل. العمى ضربك صحيح. لك وشكري؟ شبو شكري؟ لك نسيان شكري ابن الزعيم؟ لقي بعرف إنه شكري ابن الزعيم. أنت لا تخاف، شكري بيعرف ليش هيك عم بعمل. العمى أخي يستر على عرضك، أنا خويف وبدي سلتي بلا عنب. أخي أنا رايح، لا عاد بدي شاكلك ولا عاد بدي أقرب عليك. لك عود، وين رايح؟ لك بدي روح. لك عود، خلينا نتفاهم. شيء أخي منو هاد؟ شي بعرفني؟ لك ليكون الزعيم. إيه وش كان الزعيم يعني؟ رح ياكلنا؟ أيوه هسعي. ايوه اهلي حكومه. ايه حلت علي البركه. شرف عزام، شرف تفضل. شوف يا عبود، اسمع شو بدي اقول لك انا. هاي شغله الزعيم بدك تلفلف فيها شوي لاني انا مالي قده. بعدين اذا بدك تشتكي للسرايا روح اشتكي، بس انت الخسران سلي الي لانك انت مالك حلقان ما واحد قليل. لك هذا الزعيم ابو شكري هاد مو حريص وما بلف فيها القصه هي. شبك خلاص صففناها. شرب عزام، شرب شاي. شرب ان شاء الله. نصيك يا عنا بالكركون. علي حكومه. هيك بتكون زبطيت. شو قبضاي؟ راي على السرايا؟ لا غي ساعه خلاص خلصيت. يقبرني ربك، حتى بحط راسه براس الزعيم. السلام عليكم عمي ابو احمد. السلام عليكم عمي ابو نيس. والله ما في غيرك يا مختار ترد السلام. السلام عليكم عمي، الله يديمك ويعزك. حنرتاح هون ان شاء الله. تسلم سيد راسي. انت علي ابن خالتي. علي ابن ياسين، شلونها؟ شو بدك لك ياسين؟ انت شو بدك مني؟ ايوه عدناك واقف بعد الحارة ضدي يعني؟ اخي انت زلمه تبع مشاكل وانا ما بحب المشاكل، مشان هيك بترجاك بعيد عني. ايه شو علي؟ خايف من الزعيم لك ياسين؟ ايه خايف من الزعيم. شو عيب يعني الواحد يخاف من زعيم حارته؟ عبود انت زلمه مشكلجي، مشان هيك بعيد عني. انا لا بعرفك ولا بتعرفني، بس تصير ادمي ومنيح ساعتها انت ابن خالتي وحطك على راسي. يونس، يا يونس بتروح بسرعة لعند الزعيم وبتخبره انه وكيل السرايا اجا. امرك يا ابي. من هون بهون، من هون بتروح.
اهلين وسهلين بهالقامة بهالعين، شرفتونا سيدي. انت وين كنت وقت اهل الحارة اعتدوا على الرقيب عصمت؟ سيدي انا ما حدا خبرني انا. حسابي معك بعدين يا عزام. تمر سيدي، تمر. الزعيم ابو شكري وينه؟ تركني. هي انا قدامك، خير شو في؟ يعني مالك عرفان شو في؟ لو بعرف شو في ما كنت سألتك. انا رح جاوبك. يا رقيب عصمت. حاضر سيدي. عرفت هلا يا ابو شكري؟ ايه نعم عرفت. هدول رجالك جايين وبدهم يخلوا بيت من بيوت الحارة. ما بيرضيك هالحكي؟ انا اللي بعدتهم. وليكون بعلمك هذا الشيء بأوامر من الكولونيل. وجناب الكولونيل ما لقى غير بيت ام ياسين هالدرويشة. مو مشكلة، اذا ما بدكم هذا البيت مندور على واحد غيره. لا هاد ولا غيره. وبتقلوا لجناب الكولونيل انه اهل الحارة ما بيرضوا يفوت واحد غريب على حارتهم. بقى خليه يسكن الافندي تبعه بقرني تانية. ليكون بعلمك يا ابو شكري بده يسكنه هون بحارة اللوز. إيه لا سيدي لا، يروح يدور له على قرنة تانية يسكن فيها. هذا آخر كلام عندك؟ هذا آخر كلام. ولا تفضل ورجينا على كتافك. يا جناب الوكيل، بجوز رجالك أوصوني ويقتلوني، بس وحياتك ما رح تطلع من هون حي، لا أنت ولا رجالك. بقى اخزي الشيطان واتكل على الله. يا زين رجال الشام كلها. بعدين ابو احمد الله يديمك فوق راسنا يا زعيم. فضلك علي ما رح انسى لك اياه طول عمري. ناكتي يا عمي ياسين، ناكتي. وباذن الله بيتكم ما حدا بيقرب عليه وانا حي. السلام عليكم مختار. اهلين وسهلا. حبوب كيفك عبو؟ أهلا مختار. شو طلعت من الحبس؟ لا والله لساتني هيك. منيح اللي سألتوا عنا مختار. ليش هيك عم تحكي معي ولك عبو؟ لأنه مثلك مثله. مثلي مثل مين؟ مثلك مثل الزعيم ونوري وأبو أحمد وفلان وعلتان، وكلاتكم تمرجلتوا وسلمتوني للفرنساوي بإيدكم. إيه نعم، لأنك أنت كنت مذنب والمذنب لازم ياخذ عقابه. اسمع مختار، اسمعني. محسوبة الحبس 10 سنين ظلم. ليش مو انت اللي قتلته لابو خالد الفكاني؟ مو انا اللي بقتل ابن حارتي مختار. مو انا منو. صحيح كان في مشكلة صغيرة بيني وبين ابو خالد الفكاني، بس انا ما بقتل ابن حارتي. ايوه انت بتعرفني منيح اني كنت زقرت ومعدل وما بعمل هيك شغلات منو. بس الله وكيلك يا مختار، السجن علمني شغلات كتير. علمني لا اكون لا زقرت ولا معدل. وبيعون الباري مختار، كل يوم بالحارة في مشكلة إذا لك مصلحة. واللي عجبه يا أهلا وسهلا، اللي ما عجبه ليك. كان في حيط بالحارة مختار، نقي له حيط مرتب ينطح راسه فيه. أنا هلأ رايح لعند الزعيم أبو شكري. لو ما كنت مستعجل كنت علمتك شلون تحكي معي بأدب أكتر من هيك. إلا تأخذني مختار، الله يستر على عرضك.
نسيت انك انت ابن 9 ونحن اولاد 5. ليش شو بتفرق عنا دخلها؟ شو بتقصد ولا؟ والله مثل ما بدك تفهم افهم مختار. انا مو جاي على حارة اللوز مشان اعمل مشاكل. بس خليني المحك برات الحارة. لانه عيب علي مد ايدي عليك بحارتك. والله ادفعكم 8 سنين السجن والله. والله ادوقكم المر مثل ما دوقتوني اياه. وانا عبود الشامي. الخير لقدام يا اهل حارة اللوز. وصلنا معك للمليسة ما كنت ترضى يا ابو جمال. استلم. مين له مصلحة ورحمة سيدنا النبي لا أحرم حياته للي عمل العملة. شو صاير أبو جمال؟ قدر الله وما شاء فعل. مين تحدى بعد المصايب ما بعرف. وكل الله وكل الله أبو جمال. وحياة الخالق اللي عمل العملة لا أحرمه حياته. طول بالك عمي جمال. مالك يا عمي؟ وين كان بوسة سوارع يا برشان؟ يجي لي الأكلي. هدي يا جمال الله عليك. ولا قوة إلا بالله. لا 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 لا. شو صاير بالحارة خير؟ يا عبود الواطي والله وقعت وما حدا سمع عليك. ماشي صباح رباح يا واطي صباح رباح.
أنا خالتي عبود، افتحي. عم خالتي ربي. الله يرضى عليك يا عبود. الله يخلي إياك يا خالتي. إن شاء الله تقبر قلب خالتك. طمني عنك. معقول؟ معقول كل هالمدة ما بتجي تطمن على خالتك يا عبود؟ آخ يا خالتي آخ، شو بدي أحكي لك؟ سلامتك من الآخ تقبر قلبي. خير؟ شبك؟ ما عم أحسن لك خالتي، ما عم أحسن منو. شوف هالناس اللي ظلمتني قاعدة عم تسرح وتمرح قدام مني، وأنا مو طالع بإيدي أعمل لهم شيء. يا مو، برضاي عليك أنسى. أنسى ورجع مثل ما ربيتك. لم ممكن خالتي. هدول 10 سنين اللي حبست فيهم ظلم. 10 سنين أنا بالسجن وهن قاعدين ببيوتهم معززين مكرمين. 10 سنين أنا عم بنزل وإنهال وهن قاعدين بحضون نسوانه. أنا هيك بدي طالع فرق ال10 سنين اللي انظلمت فيها. هيك بالنكاية. يا مو، تقبرني. بلا مشاكل. يا مو، ماشي يا مو. أهلين ياسين، شلونك؟ ماني منيح. أخس عليك لك ياسين، هيك بتستقبل ضيوفك أنت؟ معلش عبود، هذا البيت إلك وهبنا يا. قلعني لك ياسين؟ لا خالتي لا، ياسين عم يمزح معك. لا يا مو ما عم بمزح. لو سمحت ورجينا عرض كتافك. اسمع ياسين، أنا ما أحكي معك شيء لأني بحبك أنت ابن خالتي، وأنا لي فضل عليك كثير. ليك خالتي قدامها منك أسألة، حلك شغلة واحدة، عيب عليك تصف معالي الحارة ضدي، تفهم؟ أخي أنت واحد مشكلجي، وأنا ما بحب المشاكل. مشكلجي؟ تقلي مشكلجي؟ ليش ما بتقول إني مظلوم وإني بدي انتقم من الناس اللي ظلموني؟ اسمع لك ياسين، أنت ما بتعرف طعم الظلم وما دقته منه. الظلم طعمه مر، بيخلي القط يصير ضبع فارد نيابه وأظافره عم ياكل وينهش بلحم الناس اللي ظلموه. أخس عليك لك يا ابن خالتي، بتوقف معهم ضدي. لك أنت لازم تكون سندي إذا أنا ضعفت. بس على كل حال، مو عبود الشامي اللي بتقلع من بيته وبضل قاعد فيه، ولسه الخير لقدام يا ياسين. خاطرك خالتي. عبود، عبود، تقبر قلبي. لك ياسين، ليش هيك عملت يا مو؟ نهارك مبارك بالصلاة على النبي زعيم. الله حيو الزلم. شوفوا لا، عالحارة ما عاد لك فوتة. من هلأ بتضب أغراضك وبتنقلع، فهمان؟ كلامك على راسي زعيم، بس عدم المؤاخذة يعني هالمرة ما زبطت معك. أنا هاي الحارة حارتي عمي، ما في ابن مرة بيحسن يطالعني منها. أنا هون يا زعيم في إلي بيت. عبود، زين كلامك وعارف مع مين عم تحكي. ليش كسرت القهوة لأبو جمال؟ وليش كسرت دكان أبو يونس؟ ها؟ ليش؟ مو أنا كذاب. كذاب، أنا شفتك بعيوني وانت طالع مبارح بالليل من دكان أبو يونس. إيه سيدي، خلصيت. أنا اللي كسرت القهوة، وأنا اللي كسرت دكان أبو يونس. وش كان ربي عطاني طولة العمر؟ راح كسر كل محلات الحارة على رؤوسكم غيره. لك هذا انت ولك عبود الكل؟ جمال! لا لك صوص. جا ولا جا! لعيونك زعيم. أنا بدي أفهم شغلة، أنت ليش هيك عم تعمل فينا؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ لا لك زعيم صار عم تنسى. إيه أخي؟
منذكره شو بالظاهر نسي هالعشر سنين اللي حبسناهم ظلم بالسجن. اسمعوا لا من هون لساعة إذا بشوفك بالحارة دافنك بأرضك، عم تفهم؟ وها كلامك على العين والراس زعيم، وشواربك على راسنا، بس ما بيخوفونا منه. اسمعوا لا أنا اللي بيحكي معي هيك لسا الله ما خلقه. اسمع زعيم، أنا لسه ما خلق اللي بيضربني كف، سمعان؟ بس هالمرة رح نمرق لك يا تعرف ليش؟ لأنك كبيرنا وتاج راسنا، ولأني أنا بحبك من جوا. بس وحياة عينك يا زعيم، وحياة مين خلقك ما حعدي لك يا عمو. شو يعني؟ بدك تقتلني؟ كل شي بوقته علو زعيم. اللي عملوا شي ولا إلع إلى عيونك بخدمة الطيبين نحن عمي. اتركوه ينلع لا حدا يتعرض له. أسي عنا أسي عنا. يلا يا رجال كل واحد يروح لشغله. أسي أسي عنا. أيوه الله يهدي الحال. لسا بيتمقتل قدامه مني. لك انا ليش هون؟ لك عمي شو عامل انا حتى تجيبني لهون؟ احكي لي. خلاص روح اقعد محلك ولا خلاص روح اقعد محلك. محلك من مره بدي دعيه. خلاص روح قل لي روح اقعد محلك ولا خليه روح. امرك سيدي. شوفي ولا شيء سيدي ولا شيء. سيدي الوكيل هذا هو عبود. ايه سيدي عبود شو صارت جنحة يعني؟ أنا عم عبود اسمع عزة أقسم بذات الله إذا ما بتقلي ليش أنا هو قسماً بالله لا يطلع جناني عليكم. ها إيه لا طول بالك طول بالك وهدي حالك. افتح الباب لنفهمه شو عامل. افتح أمرك سيدي. يلا 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 افتح 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 افتح. يعني ما بتعرف شو مساوي؟ الله وكيلك يا جناب الحكومة. ما بعرف شو مساوي. الله يستر على عرضك كرمال النبي. فهمني ليش أنا هو. خراس ولا خراس؟ عم تجذبها ما هي؟ ايوه سيدي. الله يستر على عرضك لا تغلط معي. انا ما غلطت معك. بالمختصر فهمني ليش انا هون وشو مساوي؟ سد بوزك ولا وجئن على عيبك. عزام قل له ليش هو هون؟ ليش؟ لانك يا مجرم قتلت الزعيم. لك انا زعيم. يلا اسلبها. تغشمن علي لقلك تغشمن. شي يا الله وكيلك مالي عم بتغشمان. أنا زعيم. ولك الزعيم أبو شكري شبك؟ الزعيم أبو شكري ما؟ وأنت الصادق إن قتل. وكل هالحارة اللوز عم يقولوا إنك أنت اللي قتلته وعم يشهدوا ضده. سيدي وأنا عندي كمان معلومات إنه مبارح توعد له قدام كل هالحارة وحلف يمين إلا يرد له الكف اللي سبقه يا الزعيم. إيه؟ ويكون بعلمك انه حكم اعدامك طلع. بقى جاهز حالك لانه بكره بدنا ناخذك على سجن القلعه مشان يشنقوك هنيك. الله يرحمك يا زعيم. الله يرحمك يا كبيرنا. هي آخرتك لك عبو. هي آخرتك تنحكم إعدام مثل المجرمين والتالين القتلة. ظلمتوني يا أهل حارتي. ظلمتوني وذبحتوني وهي مو أول مرة هي تاني مرة بتظلموني. لك ليش شيخ عم يصير معي أنا يا ربي؟ ليش شيخ عم يصير معي؟ دخيلك يا ربي دخيلك.
دخيلك يا ربي سامحني ووقف معي. انت بتعرف اني ما انا اللي قتلت، انا ما قتلته للزعيم، مو انا اللي قتلته. دخيلك يا ربي وقف معي ونفذني من حكم الاعدام دخيلك. وانا بوعدك بوعدك يا رب العالمين اني ما ارجع للمشاكل بهي الطريقه وصير انسان سوي. دخيلك يا رب يا ربي دخيل اسمعك. مولا يعني انا بس بدي افهم شغله، ولك انت شلون عم تقول انك مظلوم وكل العالم شهدوا ضدك؟ اه فهمني شلون. لك اذا الوكيل بذات نفسه متاكد انك انت اللي قتلت الزعيم ابو شكري، لا مو بس هيك كل اهل حارتك شهدوا ضدك كمان. يعني هلا بدك تفهمني انه كل خلق الله كذابين وعم يلفقوا لك هالتهمه تلفيق وانت الوحيد الساده؟ لا هيك تخنت عبود. الله وكيلك ما بعرف، ما بعرف يعني ليش كل الناس هيك عم تتهمني ظلم. الله وكيلك ما بعرف، يمكن لاني توعدته للزعيم قدام اهل الحاره وطاولت عليه، والله ما بعرف. بس اقسم بذات الله وحياة من اسمه علماء جماد، انا ما قتلته للزعيم، انا ما قتلته، انا بحترمه كثير. لك انا ممكن اقتل حالي وما قتله. الزعيم بالنسبه لي شغله كثير كبيره. ايوه يعني انت مظلوم. الله وكيلك مظلوم، بس شو الفائده؟ يعني هي حكم الاعدام طلع ومشي الحال، ليال متهم عند ربه بري. ابو الشباب انت شو اسمك؟ ولك شو بدك باسمي انت ولا؟ شو حتصير كنك كني وتصير رفيقي شوي ثانيه؟ يا عم ما وقحك، وقح! روح طلع بمنظرك روح، لك من شكلك مبين قتال قتله ومقطع موصل. حيوان! الله يسامحك. الله وكيلك ما حدا بحياته استرجع يحكي معي هيك كلام. بس هي الأضبان اللي بيني وبينك. تخلي واحد مثل حكايتك يحكي معي هيك. دير بالك على حالك. ايوه ولك انت مو بس قتال قتله ولا تيس، انت وقح واطي كمان ولا؟ الله يسامحك. لك يا ابو الشباب ليش هيك عم تحكي معي؟ الله وكيلك يا ابو الشباب ليش هيك عم تحكي معي؟ الله وكيلك انا بعمري بحياتي ما حدا حكى معي مثل الشكل. فاهمان ولا؟ عبود انا اسمي عبود الشامي. عبود الشامي روح اسال عني اذا ما بتعرفني. راح اقول لك كلمتين حطوا الحلابه قدامك، اوعى تنساهم طول مالك عايش. عبود استر على ارضك. اوعك بحياتك تحكي هيك كلام مع واحد مقايس عن روحه مثل حكايتي ومحكوم اعدام، لانه بتكون اخرتك بتكون على ايده. اخرتك بتكون على ايده. الحما الحما، لك معقول يكون هالرجال بريء؟ طيب ليش وكيل السرايا مهتم بقصته كل هالقد؟ ليش؟ والله الزلمه شكله بريء وفي شيء عم بصير بالخفا، ولازم تعرفه يا خليل لازم.
صوبت يا زقرتي صوبت. أنا اسمي خليل. اسمي ليش هيك عملت يا خليل؟ ليش هيك عملت؟ لأني عرفت أنك مظلوم. الله وكيلك مظلوم. تعرف لك شي حكيم قريب من هون أكتك لعند منه؟ لا 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 يا عبود، لا ما حد ينفع الحكيم. الرصاصة اجت بقلبي. إن شاء الله لا تموت يا خليل، لا تخليني يكون سبب موتك. كرامة للنبي والله ما لي ناقص. أنا لا تخاف، ما رح تكون أنت السبب بموتي. أنا صحيح لابس فرنساوي مثل ما لك شايف، بس أنا ابن الشام يا عبود. أنا ابن هالبلد وابن هالتراب، ومستحيل خلي حدا من هالغربة لي يعلم على ابن بلدي. يستر على عرضك، يستر على عرضك لتموت. كرامة للنبي. لا إله إلا الله. الله يرحمك يا خليل، الله يرحمك يا زقرتي. انت متت مشاني ودينك برقبتي طول العمر. في عرضي انك رجالة بتتقل بالدهب، بس وحياة الشواري لا أخذ لك تارك من الفرنساوي. كل نقطة دم نزلت منك مقابيلة 100 واحد منه، وهذا دين علي طول العمر. هذا دين علي طول العمر، وأنا عبود الشامي والله شاهد على هذا الكلام. هلا رح اطلع على دمار، لانه كل دوريات الفرنساوي بتجي من هنيك بطريقه على الشام. بس قبل ما اروح على دمار في شغله لازم اعملها. سلام يا زكرتي. سلام يا زينه شباب الشام. الله يجعل مسواك الجنه. طاب الموت يا شام. صدق الله العظيم. يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ. خير؟ شو في يا ابن مرزوق؟ لقيت هي على باب الحرم مشكوكه بالخنجر. اقراها. اقراها لشو؟ سيدنا بتعرف انه انا ما بعرف اقراها. اه صحيح. لا حول ولا قوة الا بالله. بسرعة يا أبو مرزوق، روح اجمع لي رجال الحارة، وبتروح لعند عزام بتجيبه. ليش؟ شو مكتوب فيها الورقة سيدنا؟ بعدين بتعرف يا أبو مرزوق، بعدين. روح هلا بسرعة، الله يرضى عليك. حاضر سيدنا، حاضر. الله يستر، الله يستر.
زعيم. أنا ما قتلتك يا زعيم. أنا بحبك من جوات قلبي وبحترمك. أنت كبيرنا وبتعج راسنا يا زعيم. بعرف يا عبود، بعرف إنك مو أنت اللي قتلتني. بس يا زعيم، أهل الحارة كلياتهم محاسبين إنه أنا اللي قتلتك، ويرجعوا ظلموني مرة تانية يا زعيم. رح يجي يوم ويعرفوا إنك بريء، ونيال المتهوم عند ربه بريء يا عبود. نيال المتهوم عند ربه بريء. معك حق يا زعيم، بس أماني يا زعيم، أماني إذا شفتهم قل لهم إنه أنا ما قتلتك. أنا ما قتلتك يا زعيم. قل لهم يا زعيم، يا زعيم لا تروح يا زعيم. قل لهم أنا بريء من دمك يا زعيم. قل لهم أنا بحبك وبحترمك يا زعيم. أنا ما قتلتك يا زعيم. قل لهم يا زعيم. الرحيم على الحلم. يا خسيس مجوح عليك، الله لا تقتلني. انا صحيح لابس فرنساوي، بس انا ابن هالبلد وها فردي. الله يرحمك يا خليل، كلامك نجاك. شو اسمك انت؟ انا يعوب الحسن من دير عطي. معك شي سلاح تاني؟ ها فردي بس. قوم لحتى لي ساعدك وداويك. قوم. طلعنا لك الرصاصة. الحمد لله. اسمع يا عقوب، هلا بدي اكوي لك جرحك. هاي شغلة ما قلمي خير الله، بدك تتحملها. مسيك لقلك، حط هاي بتمك وعض عليها. قول الله يا حزيني انا. عض لقلك. لا سلامتك. مي
مفتاح دمار. مفتاح دمك كمان. تسطح تسطح الحمد لله سلامتك تسطح. الله يسلمك. والله أول ما جيت حطيت المسدس في وجهي قلت خلاص هاي هي آخرتي متت. أنا ما حسبت والله أني خليك طيب بس كلامك نجاك. عم أشو يعني كلامك نجاك كلامك نجاك؟ أشو معناته هالحكي؟ قول لأ أنت قول قول لأنه يسيرة طويلة. طيب أنا رحت في الأرنب كله ما بدك تاكل؟ أنت راح منك دم كتير أنا ما بدي أكل. صحتين على قلبك. انت صار فيك تمشي على رجلك؟ ليش عم تسأل عم؟ عشان تتكل على الله وتتيسر من هون. عم خليني اضل معك. شلون يعني تضل معي؟ اسمع اخي الله يرضى عليك بس تطيب رجلك وتصير تحسن تمشي عليها بتحمل ضربة طريقك بتروح من هون. اي انا بحالي مو خالص. خليني اضل معك انت شو خسران؟ عمي انا اجيت لهون مشان ما اشوف ولا بني ادم فاتركني كرامة للنبي. ها طيب فيني اعرف شو قصتك؟ قصة طويلة كتير. طيب فاتفيض. شوف يا ابن الناس الحقيقة أنا جعبالي فضفض جعبالي احكي اللي بقلبي. ايه أبو ضاي احكي وأنا بسمعك. تعرف على حارة اللوز؟ كيف لكان بعرفها؟ أنا من هنيك. تخانقت أنا واحد اسمه أبو خالد الفاكهاني كان أخذ مني ديني كبيرة وطولت ما رد لي إياها. توعدت له أني يقتله. تاني يوم طب غم شلون انقتل شلون مات ما بعرف. أهل حارتي اتهموني انه انا اللي قتلته. آمن حكمت مؤبد بس دخيله رب العالمين بعت لي تخفيف نص مده وطلعت بعد 10 سنين سجن. بس طلعت قلبي مليان من اهل حارتي. طلعت عائد عليهم واحد واحد. دخلت على الحاره وانا مالي شايف قدامي وكل يوم صرت اعمل عي وكل يوم صرت اعمل مشكله. عم اجى الزعيم ابو شكري الله يرحمه. انا بحياتي لا حبيت ولا خفت زلمه يقدم منه قسما بذات الله. لما كان يطلع فيني تطليعه وحده كانت ركبي ترجف من تحت مني. بس بتعرف كان زلمه ابو ضاي ومعدل وكريم ونخوجي وكان يحب الفقير ويكرمه. الزعيم اتضايق مني كثير واجى لعندي على البيت وضربني وهالي. انا سودت الدنيا بوشي وما حدا عرف شو بدي اعمل. صرت اطلع كل يوم كسر بدكاكين الحاره هيك بالنكايا وبس اخلص من عملتي اكتب ورقه مكتوب عليها لسه الخير لقدامي يا اهل حاره اللوز. وزدت الورقه بالدكان هيك لحتى كشفني الزعيم ابو شكري. مسكني قدام اهل الحاره كلياتهم ضربني كف. ساعتها انا توعدت له قلت له ما حدا ضربني وضل عايش. رحت على بيتي صفنت بالقصة. قلت يا أخي والله أنا مالي زعوري مالي تبع هالقصص يجيك عم ساوي. قلت لحالي بكرة من الصبحيات بدي انزل هالمضافة لعند الزعيم واعتذر منه واستسمحه قدام كل أهل الحارة واتوعد أني يصير بني آدم تاني. تاني يوم الصبح دقوا فيني وسحبوني على سجن السرايا. الله وكيلك الله وكيلك. أنا ما بعرف ليش منو هنيك بالحبس
بدرى انه الزعيم انقتل وانه اهل حارتي متهميني انه انا اللي قتلت الزعيم. ليش؟ لانه لو على جثته ورقه مكتوبه عليها لسه الخير لقدام يا اهل حارة اللوز. طلع فيني حكم اعدام تاني وترحلت على القلعه. بس هنيك رب العالمين للمرة الثانية بعت لي مين يساعدني ونفذني. بعت لي شاب الله يرحمه زقرتي اسمه خليل، هو اللي فك الكلبشات من ايدي وعطاني مسدس وصرنا نقوص على دورية الفرنساوي. ونحن عم نقوص اتصاوب خليل، ركضت لعند منه قلت له لك ليش هيك عملت؟ منو انت؟ عم قال لي صحيح انا لابس فرنساوي بس انا ابن الشام. ايوه هلا فهمت ليش ما قتلتني. هي قصتي يا ابن الحلال، انا الله وكيلك لا قتلت الزعيم ولا قتلت ابو خالد الفاكهاني. شو هالقصه هي؟ قصتك بتقطع القلب والله. الظلم صعب وطعمه مر. ايه والله الظلم طعمه مر، وانا اهل حارتي ظلموني منعوني فوت على الحارة، حرموني من اهلي وناسي، حرموني من خالتي اللي ربتني. كله كوم والمعلم نوري كوم. المعلم نوري كان بمثابة ابي، هو اللي علمني الاقواص، هو اللي علمني اركب خيل، هو اللي كان يهتم فيني أنا وصغير. هلا مو مصدق إمتى يشوفني لحتى ياخذ بتار عمه مني لأنه مفتكرني أنا اللي قتلته. ولا شكري بيكون ابنه للزعيم، من أعز أصحابي، من لما كنا هيك هلقد قدنا نلعب مع بعض. هلا كمان صار بده يشوفني لحتى ياخذ بتاره مني لأني قتلت له أبوه الزعيم. الله يلعن هالحياة اللي بتخلي الأخ يصير عدو. عم الله يسترك، خليني معك. والله أنا حبيتك، يعني ما عندي مطرح أرجع عليه وما بدي أرجع لعند الفرنساوي. خليني معك بساعدك ولبين ما تبين الحقيقة وتفوت على حارتك معزز مكرم. اسمع عمي الله يرضى عليك، بس تطيب رجلك وتصير تحسن تمشي عليها بتحمل ضرب طريقك وتتكل على الله. هذا آخر كلام عند مني. لك عبود أشبك حزيني أنا. ليك هلا اشو اشرب مي. شبعت؟ ايه اشرب كمان. اخا لك ليش عم تسوي فيني هيك؟ تحت امك تحت امك اشوي تحت امك اشوي كمان خلص ربطني خلص. شو بدك؟ لك ليش هيك عملت فيني؟ عندي مشوار ضروري رايح وراجع، يعني هو الأمان بالله وأنا أمنت لك وحكيت لك على قصتي، بس ما تأخذني بالكلمة خايفك تكون خوان وتروح تقر علي. اسمع يا عقوب، أنا زلمة الدنيا علمتني ما أمن بابن مرة، تفهم علي؟ افتح. لك شو بدك؟ لوين رايح تاركني؟ بيكونوا حبايبك على وصول سيد راسي. منو حبايبي؟ جماعتك اللي كنت لابس مثله. افتح. اول شيء هدول مو حبايبي، ثاني شيء دير بالك على حالك. انا ماشي بنور الله، ماشي يا عقوب. افتح لالا. ها Thank you.
اسمعوا لا، انا ما حقلت لك مشان تروح تخبر الفرنساوي انه وحياة الشام وتراب الشام ما حخلي منكم مخبير، وانا عبود الشام. عليك الشراب. لا تأخذني تأخرت عليك. ما بيسايل. بس طولوا. الفرنسية جماعتك لأجوا. بس أنا خفت عليك. إيه لا تخاف سيد راسي لا تخاف. الله الحامي. أبو ضاي والله نزلت منك. أنا الدنيا علمتني ما أمن لحدا منوب. أبو ضاي أمن فيني والله ما بتندم. جوعان شي؟ شوي. قوم اعمل لك لقمة. سيك خلي هذا معك. اشو ما غيرت رأيك عم؟ تكل على الله يعقوب يلا تكل على الله. دير بالك على حالك أبو ضاي. الله الحامي. السلام عليكم. السلام. عبود. يشهد علي الرب يا عبود. مثلك ما شفت زقرت ومعدل. ادعي لك من القلب حتى تعود. والغار فوق جبينك مكلل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مين أنت عم بقول؟ أنا عبود الشامي. عبود الشامي؟ والله وقعت وما حدا سمع عليك يا واطي. صرنا فترة عم ندور عليك. شاهد على روحك يا كلب. إيه شو يعني بدك تعمل الله؟ بدك تقتلني؟ لو ما بخاف انك تغدر فينا لكنت اخذتك عايش لعن سيدي الوكيل. شاهد على روحك يا واطي. Yeah.
أنا من ضيعة اسمها دير عطية، من عيلة فقيرة مرة، ويا دوب عم نطلع أكلاتنا وشرباتنا. أبي بيشتغل فلاح مرابع، ما نو ملاك. من سنتين ثلاثة إجانا جراد وقش كل شي، ما خلى شي، الأخضر واليابس صفينا على الحديدة، وما عاد عرفت أشو بدي أشتغل. ما خليت شغلي ما اشتغلتها، طبشت قلاع، سقيت مي، لميت زبل من تحت الدواب، بس كانت الأجرة قليلة. سكرت كل بواب فوجي، هيك تأجى واحد عدير عطية عضيع لعنا، وقال إنه بده متطوعين بالجيش الفرنساوي وبأجرة مليحة. قلت أخ هاي هي، اجيت على رجليها. رحت قلت له لأبي إني بدي اتطوع بالجيش الفرنساوي. قال لي إذا بتتطوع في الجيش الفرنساوي على هالدار مالك فوتي. ما طوعته، ما طوعته لأنه الجوع كافر. واتطوعت في الجيش 3 سنين هيك تحت شفتك. لك أنت لو سمعت من أبوك يا أبو مواسم ما تروح مع الفرنساوي الندي. أنا ما كان قصدي أخالف أبي، أنا كان بدي أساعده وأساعد عيلتي، بس اللي بيعرف بيعرف، اللي ما بيعرف بيقول كيف عدس. أنت جربت خطرة تقعد يومين ثلاثة بدون أكل؟ لأن أخوتك صغار ما بيتحملوا يقعدوا بدون أكل وأنت بتتحمل. جربت تاكل طوال الأسبوع فتت شاي وخبز يابس وتكتر سكر مشان تشبع أوام؟ جربت تنام والدنيا دانوق برد كتير وما معك حق حمل شي حتى تدفى فيه؟ جربت تنام انت 11 واحد بغرفة واحدة لأنه الدهر كله غرفة واحدة؟ الفقر بشع، بشع كتير وندل، بيخليك تسوي أي شيء مشان تهرب منه. هالأشو جابرك على المر، قالوا اللي أمر منه. لا تأخذنا عمي يعوب، الله يستر على عرضك، قلبنا عليك المواجي. لا ولا يهمك، هالخد تعود على اللط. هاي هي قصتي، أشو بدك مني؟ إيه يا أخي، اللي بدي إياه منك بده يضل سر بيني وبينك، ما بدي مخلوق أن يخلق يعرف بالموضوع. سرك كبير ماله قرار، قول. اسمع منيح، بدي منك تنزع لحارة اللوز، بتروح لهنيك بدي أدس لي، بتسأل لي على كل كبيرة وصغيرة شو عم ينحكى علي شو ما عم ينحكى علي، وش كان فيك تدبر شغلة هنيك بيكون كتير منيح. مشي. من فوتك على الحارة بتسأل على واحد اسمه نوري أبو الدهب. شو اسمه؟ نوري أبو الدهب، رجال معدل وأبو ضاي، هو بيشتغل فران هنيك بالحارة. بتروح لعند منه وبتقول له يلاقي لك شغل، وش كان بتقدر تلاقي شغل عند منه بيكون كتير منيح. وأيمتى بدي روح الحارة؟ من على بكرة الصبحيات. مشي يا بضاي، لعيونك. سيك هدول أشو بدي أسوي فيهم؟ هدول بتروح بتشري لك فيهم كم واعة، بعدين بتروح على الحمام بتتغسل قبل ما تفوت على الحارة. مش كان حسيت إنه أهل الحارة حسوا عليه، بتحمل ضربة طريقك وبتفرك أقوام من الحارة. شو فهمت؟ صغيري مثل ما بدك.
مين انت؟ انت اللي مين؟ انا ابو دياب مختار دمار. على راسي القرتاوية والله، قالين عمي. انا عبود الشامي من حارة اللوز. كل يوم عم نسمع صوت طخطخة، هذا الشيء منك؟ ايه والله مني سدراسي، بس يعني شايف بعينك على مين عم طخطخ. الله محيي رجال. الله محييك عمي. إلا ما يجي يوم وشوفك يا خالتي، على حب النبي ارضي علي ودعي لي انه يبان الحق وارجع على حارتي معزز مكرر. ولا حرف النوم وقت وجهك بنص راسك جايب اجلك عم تفهم شكري؟ عم بفهم اسمعوا لا شكري
تركبوا خالتي ياسين مالو علاقة بمشكلة الياتا بتشيلوا من راسك منوم. أنا أجيتك على الدنيا لأثبت لك إني بقدر أصل لك بما كنت تكون وليكني بنص بيتها. حتى لو رحت لآخر الدنيا بقدر أصل لك. عم تفهم ده؟ عم بفهم عم بفهم. أمرك أمرك عبود أمرك حاضر حاضر. شوف بعينك أنا عبود الشامي. أنت بتعرف منيح شو يعني عبود الشامي من وين؟ بعرف ياسين بتشيله من مخك منوب لأنه ماله علاقة. ماله علاقة ماله علاقة شو ماله علاقة منوب عم تفهم؟ اسمعوا لا هلا بيطلع من هون إيش كان بسمع صوتك قسما بذات الله لأطرعك فشكي موتك بأرضك عم تفهم؟ لا تحرك لا تحرك لا تحرك لا لا تحرك لا ولك يا عالم ولك يا كرفان عبود هون ولك عبود هون لك امي شوفي لك شكري وين رايح لك شو بجوزي ما بعرف يا مرت عمي عمتي شو صاير؟ عسكري يلا بس لا الحمد لله الموسم منيح هالسنة يعني الحمد لله بس ان شاء الله يتركونا اياه لانه صايرين عم ياكلوا الاخضر واليابس اهلين يا بي اهلين وعدتكم اتقلتي ياما لا ياما ان شاء الله خير يا رب يا تاني يلا يلا تعي ياما تعي يلا يلا يا رب يا عبود عبود شو جناب السلطان مسكر عليك باب القصر عبود عبود شو وين راح في الليل عبود نعم والله غريبي احسن شيء يساوي كاس شاي بما يكون على وصول يا الله طمني حكيم
شو عايش؟ الحمد لله في نفس عايش، بس ما بخبي عليك يجوز ما يعيش. دخيل الله حكيم قول غير الحكي. نحن رح نعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. قول إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قل لي شو بجبلك؟ بدي ببور وما يسخن كتير. يلا فور. يلا بسم الله الرحمن. بسم الله. ما يطلعنا رصاصة هيك زال الخطر. يلا يلا عنية الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هي وقفنا النزيف لحمنا الجرح. طمني يا حكيم بعيش؟ إن شاء الله بعيش، ما لنا غير ندعي له. اسمك يا رب. شو الطقس عندكم؟ هذا جو دمار. تعرف ببابتوما طقس بياخد العقل. عليه تفضل. يا الله. أنا جاي لعندك لحتى أتشكرك على اللي عم تعمله بالفرنساوي هون بدمار. إلا وكيلك مجنن هون. الله محيي البطن اللي حملك. بس يا زقرتي أنا ما لي على. شو عم تحكي؟ كان مين اللي عم يعمل بالفرنساوي هيك؟ قوم معي لفرجيك مين عم يقتل الفرنساوي. هذا هو اللي لازم تتشكر يا زقرتي مو أنا. شلون يعني؟ تفضل أعود لحكي لك شلون يعني. هذا الشاب اسمه عبود الشامي من حارة اللوز. ايه عرفته. مو هذا اللي قتل الزعيم ابو شكري؟ مستحيل مستحيل عبود يقتل زعيم حارته. واحد بهالمراجل ما بيقتل ابن بلده. انا عبود حكالي قصته مع اهل حارته. اهل حارته ظلموه كتير يا زعيم. عبود زلمة زقرتي وبيعجبك، وعلى قد ما اهل حارته ظلموه على قد ما بحبهم مشتاق يعيش بيناتهم. شو جابوا لعندك؟ ليش هيك متصوي؟ هذا زلمة يهرب من السجن واجا تخبى بدمر بالحراش، وكل يوم كنا نسمع صوت قواز جاي من جنب النهر. ولما رحت لأعرف منين جاي هالطخطخة شفته علقان مع الفرنساوي، فتت بقلب النار وساعدته. وكيف تصاوب؟ لهلأ ما بعرف، لأنه من وقت ما اجا لهون وهو هالحالي. والله يا زعيم عبود مستحيل يقتل. الله وكيلك كل يوم بيقتل عدد كبير من الفرنساوي وبلم سلاحه. وين بيروح بالسلاح اللي عم ياخده من الفرنساوي؟ ما بعرف. انت منين أمنت لي كل هالسلاح؟ كنت قاعد سهران بالبيت وإذا سلاح بينزل من على السطح لأرض الديار. مين اللي زدته وكيف وشلون؟ والله يا زقرتي ما بعرف. بس أنا متأكد أنه اللي لحشه بيعرفني منيح وبيعرف أنه مزنوقين على سلاح. وإيش ردت زعيم؟ لك والله والله هذا الزلم من الرجال يلي بيرفع الرأس فيهم. لسه لما تعرفه راح تحبه أكتر وأكتر. الله يقيمه بالسلامة جاه العطرة. لا اليوم وشك منور ومشارق ما شاء الله. لا الحمد لله فضل رب العالمين وفضلك والله يا عمي ابو دياب صرنا مناح. عبود شو رايك تيجي تقعد عندي هون بالبيت؟ لانه مخباك صار معروف للفرنساوي. لا مختار لا، انا زلمي راسي مطلوب من الفرنساوي، ما بدي اعمل لك وجعه راس معي الله يخليك. لا يا عبود هي ما حبيتها منك ابدا. ها الله يخليك مختار لا تزعل مني، أنا زلمة برقبتي في دين ولازم وفيه، وقعدتي عند منك رح بتربط لي إيدي ما حأحسن أعمل شي. فالله يخليك خليني على راحتي. مثل ما بدك، بس إلي عندك طلب. لعيونك والله لعيونك مختار، أنت بتأمر أمر الروح بترقص لك.
بدي اياك كل يوم تجي تتغدى عندي بالبيت، واذا ما وافقت راح ازعل منك كثيره. ايه هي هيني، اعتبرها صارت. وهلا راح اخذك على مخبى ما بتعرف فيه القرود الزرق، مشان تتخبى فيه انت وهذا صاحبك اللي حكيت لي عنه. لك العمى يعقوب. شو في يا عبود؟ الله اكبر على النسوه يا مختار، خايف الفرنساوي يكون لاطيله ليعقوب. لا تعرف مختار، والله بيكون باله مشغول علي لقتنيه. هذا زمان كان شو اصلا. هدي يا عبود، هلا منروح على المخبى القديم ومندور عليه. لا لا مختار، بتعرف اذا ما انكمش هلا بيكون بحاره اللوز. انا بالليل بطمن عليه، ان شاء الله ما يكون انكمش يا رب. حاره اللوز؟ شلون حاره اللوز والدنيا قايمه وقاعده عليكم هنيك؟ هي سيره طويله مختار، بعدين بحكي لك اياها. يعقوب ما دخله. عبود حزير مين اجى لعندي وشافك وانت مصاوب؟ مين اجى لعندك مختار؟ زقرتي. انا زقرتي؟ زقرتي ابو بطرس. والله شيء حلو يا عمي أودياء. هذا مخباك جديد عمي عبود، هون بالصفصاف بتبقى قريب من طريق بيروت، وهذا المخبى ما بيخطر على بال حدا ابدا. والله يا معزبك معي يا عمي أودياء. عذابك راح يا عمي عبود. لا تنسى انا عازمك بكره لعندي على الغداء، عامل لك مجدره بتحبها ما؟ كل شيء منك يا محلا. لا تخاف عبود، انا بعرف انه بالك مشغول على صاحبك، بس بإذن الله ما صاير عليه أي شيء. إن شاء الله بإذن الله. طالع شو في معك مصاري ولا؟ لك منو أنت؟ أقول لك طالع شو في معك مصاري، عم تفهم؟ يلا 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 يلا. يا باطي عامل حالك رجال، أخذني غدر ولك مو عارفان مع مين على الآن ولا؟ ليه بتضحك؟ ليش عم تضحك؟ يا حزيطة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا بتأذونا ولا من أذيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يلا روح يلا روح روح. ولك وين بدي روح يعقوب؟ شبه لك شبه كأنه طلع لك جني، ما بتلقى مزح منوب أنت يعني؟ لك بعد عني يا حزيني، أنا بسم الله الرحمن الرحيم، لك أنا من بني آدم مالي خالص يطلع لي جني. روح روح. لا حول ولا قوة. أنا لك عبود، أنا شبه يا سيد جني. حل عني، بدك تجنني انت؟ عبود الله يرحمه مات، مات مشحر. لك يا عقوب انا عبود بشحمه ولحمه، شو صار لك؟ شو هلا انت عبود؟ امنت بالله على القصه؟ لك شبك جنيت يعني؟ انا عبود؟ انت عبود؟ لك شو صار؟ يسعد 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 الله يا رفيق، الحمد لله بشوفتك بخير يا رفيق. شبك شو صار لك؟ شبك شو في؟ لك الفرنساوي قالوا انه قتلوك ونفذوا فيك حكم الاعدام، واهالي الحاره كلهم زعلانين عليك، حتى خالتك كانت عم تبكي دم عليك، وانا كمان كنت عم ابكي دم عليك يا رفيق. يا عم كل شيء صار بالحاره ومو دريا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله خالتي. عبود شلونك خالتي؟ عبود اي والله عبود يا عم ياسين عبود. أنا نحاول يقتلوني بس رب العالمين نفذني. تأمر قلبي. إيدك يا أبوي. تأمر قلبي إن شاء الله تأمر قلبي. الحمد لله أنا شفتك بخير. تأمرني إن شاء الله. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. اشتقت لك مجدرة من تحت إيديك يا الله وكيلي. دخيل اسمك يا رب. دخيل اسمك اللي خلاني اشوف عبود ورجعت لي اياه. اللي تقدرني وين عم تنام؟ شو عم تاكل؟ وين عم تعود؟ لا يكن لك فكره يا امو. انا منيح والحمد لله. انا بس جاي لعند منك لحتى اقول لك اني راجع على الحاره بس لحتى لي ببالي الحقيقه. تقبر قلبي ان شاء الله. اشتقت لك تقبرني. اشتقت لك. الحمد لله اني ضليت عايشه لحتى اشوفك. الله يطول لي بعمرك. اسمعي خالتي انا لازم امشي بس انا جاي لهون لعند منك لحتى اقول لك اقسم لك بالله العظيم مو انا اللي قتلت الزعيم ابو شكري. انا عم اقول لك الك يا مو مشان ما يوم من الايام تقولي انك ما عرفتي تربي. انت الوحيده يا مو من بين كل خلق الله بهمني تعرفي اني انا مظلوم. بعرف تقبرني. بعرف انك مظلوم. وانا كمان بدي اقول لك يا مو انه كل يوم عم قتل بالفرنساوي وعم شلحون سلاحه وعم بحمي بلدي مثل ما ربيتيني. لا تخافي يا مو. مو عبود الشامي اللي بتضيع فيه الترباية. بخاطرك يا مو. وين رايح؟ لازم امشي. بدك شيء؟ تقبرني بس قلي وين قاعد لحتى اجي لعندك. يا مو انتي مرة مؤمنة. وش كان حلفوكي على المصحف الكريم وين مطرحه لعبود راح تحكي. انا ما بدي اياكي تخافي. خاطرك يا دعي. الله معك تقبرني. الله معك. الله يحرسك. الله ينصرك ويقويك يا رب. مين اللي عم برمي سلاح على البيت؟ والله رح تشلشني هالقصة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أمي مين هذا اللي عم يزت علينا سلاح؟ هاي تاني مرة بيعملها. ما بعرف يعني شغلة بتحط العقل بالكف. اللي عنده كل هالسلاح بيروح بيبيعه مو بزته لهون لعنا. الله يرحمك يا صاحبي. الله يرحمك يا خليل يا زينة شباب الشام. تعرف لك أبو الخل أنا كان الفرنساوي ورح يقتلني بس الحمد لله رب العالمين نفذني من الموت. إيه والله يا خليل نفذت من الموت. أنا اليوم جاي لعند منك لحتى أقول لك
إنه أنا ما نمت، ما نمت على دارك، وأنا عم أقتل بالفرنساوي لحتى ترتاح بتربتك. تعرف يا خليل، أنت وأبو دياب إلكم برقبتي يدين للممات، لأنكم نفتوني من الموت، ولأنه رب العالمين بعدكم لحتى علي تكونوا جنبي وتنجوني من الظلم. تعرف يا خليل، أنا تغيرت كثير، الله وكيلك أنا تغيرت كثير، صرت واحد تاني، ما عدت عبود الأزهار يلي بيغضب رب العالمين، بس الله وكيلك مكيعوا للفرنساوي ما عم يحسنوا يكمشوني. خليل، كرامة لله تتشفى لي عند رب العالمين يا صاحبي، كرامة لله تتشفى لي عند رب العالمين عن كل الأذى اللي عملته بأهل حارتي. أمان يا صاحبي، بوعدك يا صاحبي، بوعدك لا كل ولا ملي حتى أخذ دارك من الفرنساوي، وما بكون عبود الشامي، والله شاهد على هذا الكلام. بخاطرك يا زينة شباب الشام، بخاطرك يا خليل. الله يسلم الإيدين يا عمي أبو دياب، والله المجدرات شيء غير شكل. إن شاء الله بالهنا، مطرح ما يسر يمري. وينها؟ مين؟ أنا لوس يا أبو دياب، افتح افتح. مرحبا أبو دياب. مين؟ صحيح أنني تعرفت عليك البارحة، ولكنني أحببتك كثيرا. وأنا حبيتك كثير. شكرا. مجدرة أكلة رائعة، وأنا جائع جداً، هماتنا تهبنا كما تقولون أنتم العرب. لحظة لأسكب لكم أكل. يا بنتي، حضرت لتصحون للكلاب اللي برا. ايه حاضر. الشاي بعد المجدرة رائع مختار. إن شاء الله سم الهاري. هل تريد منا شيئاً يا صديقي؟ بدي أسألك، أنتوا ليش فرزوكم لهون على دمه؟ خير، شو القصة؟ نحن هنا للقبض على مجرم خطير مختبئ في هذه المنطقة. بالمناسبة، نحن بحاجة لمساعدتك. هل تعرف أين يختبئ عبود الشامي؟ مين هو؟ عبود الشامي؟ هي أول مرة بسمع الاسم. متأكد؟ إيه متأكد. حسناً، إذا عرفت أي معلومة مهما كانت صغيرة أخبرني بها. أخبر صديقك المس. مثل ما بدك. هل تريد شيئاً يا صديقي؟ الله معك. بالإذن. تفضل. تفضل. مرة أخرى، المجدرة كانت رائعة. يسد ما يرد. هذا جاي مخصوص مشاني. ها، ولا يهمك أبو طالب،
ما بيسوى قشرة بصلي، وعند اللزوم حقه رصاصة واحدة. جانا الرزق. الله محيي البطن اللي حملك يا ابو ضاي. علي يا عمي علي، ارتاح لك، ارتاح. يا ساتر يا لك، هذا عبود. الله يجيرك يا عبود. ابو دياب وين رايح؟ شو اتركه لحاله؟ رايح ساعده. الله يحميك يا ابي. قلت لي شو اسمك يا ابو ضاي؟ وليش لحينك الزهران؟ الله يسلم ايديك، انا اسمي جابر، هربان من السجن. خير ان شاء الله، شو عامل حتى داخل على السجن؟ والله وكيلك ما سويت شيء تبلي. يلا الحمد لله على سلامتك، وطمن اهلك عنك عمي. يلا السلام. الله يسلمك. الله يقويك. الله يخليك. واقف عندك! خلي وشك لقدام. مو انت عبود الشامي؟ عم بسألك. مو انت عبود الشامي؟ شو عرفك اني عبود الشامي؟ ليش في حدا بالشام كله ما بيعرف عبود الشامي؟ ولك ليش هيك عم تعمل معي؟ بعد ما نجيتك من الموت عم ترفع صداعك بوشي؟ قلت لي منجيني من الموت؟ منجيني من الموت لكان. ليش هيك عم تتصاصر مثل الحريمه؟ لانك وقعت بالفخ يا ابو ضاي. اني فخ؟ والله اطلع حواليك بتعرف اني فاخ. شو يا ابو ضاي؟ انت قوي وذكي كما سمعت عنك عبود، ولكن ليس هذه المغه. هذه المغه وكعت في يد لويس. سيلافي يا صديقي، أنت في وغطة لا تحسد عليها. نصبت لك شغكاً ووقعت في الشغك. اغمي سلاحك. أنا اسمي عبود الشامي يا لويز، وأنا بموت على الواقف. لسه ما خلق اللي بده يرفع إيده علي. أكسر إيدك أحسن ما أكسر لك يا سيأخذك الآن إلى وكيل الصغايا، أما أنا فسأسبقهم وأبشرهم. بالمناسبة، لا تعتقد أنك بطل وأنك قتلت 3 من الفرنسيين. أولئك الذين قتلتهم من أبناء بلدك. غملوا! لا! لا! غملوا! ولا يهمك يا عزيز، ما تكون ابو دياب اذا ما خلصتك من هالكلاب.
خلص يا عبود، راحت عليكم كمشت كمشوك الفرنساوي قبل ما تنكشف الحقيقة وتثبت لأهل عارتك إنك بريء. أخص أخص. يلا شباب يا غدار، الله كبير. مشان الله يا جماعة، والله أنا ما دخلني، هذا وكيل السرايا، أنا عبد مأمور مشان الله، دخيل إيدكم، بوز إيدكم تركوني. وكيل السرايا قلت لي، شو علي إله يوم؟ وهذا اليوم يومك يا واطي. مشان الله لا تقتلوني، بوز إيدكم. وعلى عيني وراسي، بس اللي مثلك ما لازم يعيش. هي لأنك خايف. هي مشان وكيل السرايا. هاي كرامة للشباب اللي خليتني قتلهم غدر. الله محيي أصلك أبو دياب. روحي بفديك عبود. الله محيي أصل صغرتي. شرفوا شباب. يا أبو دياب، ربي يحميك. هذا كويس يا أبو. من وين؟ هذا المختار أبو دياب حكيت لك عنه. سلام عبود. الله حيو مختار. أهلين مختار. بالمهلي. أهلي يا عمي أبو دياب. خوفنا عليك عبود. لا ما في شيء، عم نصيد بس. ما عرفتنا على السب. فرنساوي. لا 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 لا. يعقوب شب زقرتي ومعدل، شرواك بالخير، حاكي لك عنه خير الله. شرفنا بمعرفتك عم يعقوب. أنا إلي الشرف. الله محيي رجال. ايه تفضلوا تفضلوا على أحلى أكلة مجدرة. تفضلوا. وصلوا. باين انت دورية كبيرة. الله بعين نوري. الله بعين. صار دورك يا عبود. طاب الموت لعيونك يا شامي. استنى عشاء بالله. يا ابو حسين لعند رجالك ومبطحوا لعيونك. مبطحوا يا رجال كله على الارض.
يا بضاي. سلامتك ان شاء الله يا احمد. الله يسلمك زقرتي. يا بضاي. يا رجال، حدا عرف منكم من هاد الملتهم اللي كان عم يقوص على الفرنساويين من ورا؟ ما عرفنا يا ابو حسين. مين ما يكون يكون. الله محيي البطن يلي حمله. يا الله. يلا خذوه يا احمد. يلا يا عوض. صغير يا احمد صغير. يلا يا زقرتي. يلا يا زقرتي. انك عم تسمعني بس ما بدك تواجهني، بتعرف ليش؟ لانك جبان ما بيطلع بايدك الى الغدر. ليك لك عبود ما واجهني. يا غدارة، عامل لي ابضاي وعم تتعدى على حقوق الناس؟ لك شو ذنبه الدرويش ابو فهمي اللي تحرقه دكانته؟ إذا كانك أبضاي في بوشك شوارب اطلع. لك أنا نوري أبو الدهب. لا تطلع يا شبان. بس قسما عظما إذا بدرى أنك جيت على حارة اللوز وأزيت حدا فيها ما تلوم لحالك يا غدار، ما تلوم لحالك. وأنا نوري أبو الدهب، أنا نوري أبو الدهب، وانت تعرف منيح من نوري أبو الدهب. لك عبود، لو بتشوف منظره اليوم تبكيه دم. الله وكيلك، دمعت عيني عليه وانحرق قلبي عليه. معك حق يا يعقوب، والله معك حق. تعرف انه نوري اليوم اجى على دمه وصار يصرخ ويعيط بده يعني اطلع له وواجهه؟ واجهته؟ لا ما واجهته. لا شلون يعني بيواجهه؟ تعرف لك يا يعقوب، هاي الشغلة اللي عملها نوري انه ترك الزعامة بتثبت انه رجال وعينه شبعاني، لانه الزعامه يعني سلطه، السلطه حلوه كثير، واللي بتصل لايده السلطه ما بيتركها لو بطلوع الروح، بكلبش فيها بايديه وسنانه. ونوري ترك كل شيء افهم منه فضل ظهره ومشي، يعني رجال رجال وسيد رجال. شو بدك؟ لك في شيء دج بأرض الديار، صوت قوي كتير طلع. قوم قوم شوف شو القصة. بدي يكون شيء قطة بارقة. نامي نامي. لك عم قل لك صوت قوي، قوم شوف شو القصة. قوم لك قوم شو واقف. يلا يلا. ايه شوف شوف يا رجال، شوف شو هاد. دهب دهب كتار كتير. مين زدتن يا ترى؟ Thank you.
صار معك يعقوب؟ ما وصلنا؟ بلا وصلنا، وقفوا. وين نحن؟ نحن في دمر. وين عبود؟ هيك جوا. ايه؟ خليك تكي هون، أنا بدي أعمل له إياها مفاجأة. لا تطول؟ يلا. أمان! السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ مليح. جبت لك معي مفاجأة. مفاجأة شو؟ جبت لك ياسين. ياسين؟ لك ليش جبت له؟ أنا حسيت إنك مشتاق له. لك بتقوم بتجيبه لهون؟ ليش عم تشتغل من علاقة أنت؟ أنا لا ما بس وي. لك بس شو؟ روح رجعوا، روح رجعوا المحل ما جبته. يلا. لا يا ابن خالتي، هيك تستقبل ضيوفك؟ أهلين بالغالي. حبيبي ياسين، اشتقنا لك يا عبد. أنا كمان هلا متهميني بحريق المدرسة؟ لك يا ياسين قسما بالله مو أنا. لك أنا لما سمعت إنك أنت صرت أستاذ المدرسة قسما بالله دمعت عيني، كنت رح أبكي حتى أسأله ليعقوب، طار عقلي من الفرح. بيتهموني إنه أنا أنزل أحرق المدرسة. والله بعرف يا ابن خالتي، بعرف إنه مو أنت اللي عامل هاي العمايل، بس الشيء اللي رح يجنني مين اللي عم يعمل هيك ويلزقها فيك؟ مين؟ سيدي مو مشكلة. طمني خالتي ام ياسين كيفها؟ شو اخبارها؟ كل يوم عم تدعي لك يا عبود، كل يوم عم تدعي لك لحتى الله يفرج عليك ويردك سالم لاهل الحاره. ان شاء الله يا رب. يلا يا يعقوب قوم شان توصلني على الحاره. وين بدك تروح؟ بتسحر بعدين بتنزل. لا دخيلك، شو سحور ما سحور؟ والميمه؟ لا تعمل لي ميمه وعميمه، بتتسحر بعدين بتنزل على الحاره. اي وانا بوصلك وبروح على الفرن، لأنه المعلم نوري بده يانا نشتغل بعد صلاة الفجر من شهر رمضان. المعلم نوري لكان والله، وطلعت مخبى بتيابك يا يعقوب. واشرب شاي. مين؟ أنا لويس. أعلم أعلم، أرسلني كي يعطيكي شيئا ما، قال إنه سيذهب إلى الشام كي يأتي بأمك من بيت أهلها. افتحي افتحي. لا تخافي، إن كنت خايفة مدي يدك وخذي شيئا فقط. افتحي. تعالي تعالي تعالي. فوتي لجوا اختي، فوتي لجوا. الدنيا صغيرة يا واطي. لا تخافي اختي، امان. اعوذ بالله، شو عم تعمل لك عم يا ابني؟ واقف على حيلها، شو عم تعمل؟ سترت عرضي، الله يستر عرضك.
ما بعرف كيف بدي كافيك يا عبود. فضلك سابق أبو ديار، ليش هيك عم تساوي؟ بعدين أنا إذا بقدم روحي قدامه منك ما بكافيك، صرت منفذني من الموت مرتين وهذا واجبي. بعدين لازم تتذكر إنه عرضك من عرضي. طول بالك عمي أبو دياب وحميد ربك إني وصلت بالوقت المناسب قبل ما يصير شي ويأذوها والعياذ بالله. الحمد لله الحمد لله. ولا هذا القرف شلون نخلص منه؟ هلأ ما فينا نعمل شي، بعد المغرب بكونوا الناس كلها ببيوتهم، بناخدوا لهالكلاب ومندفنهم بشي قرني. عمي أبو دياب في إلي عند منك طلب. أنت ما بتطلب عبود، أنت بتأمر أمر. تفضل الشاي. الله يسلم إيديك. أنت شو رأيك فيني؟ ولو لك عبود، هي بدها سؤال؟ كرامة للنبي مختار، جاوبني على قد سؤالي، أنت شو رأيك فيي؟ عليم الله أنت زينة رجال الشام، وأنا بحياتي ما شفت لا بمراجلك ولا بزكرتيتك. الله محيي أصلك مختار، مشان هيك أنا جاي لعندك بدي أطلب منك طلب، وبتمنى ما تردني خايب. أنت بتأمر عبود، اللي شو بدك؟ أنا بدي أطلب إيد المستورة بنتك على سنة الله ورسوله. شوف مختار، أنا بعرف إنه وضعي ما بيسمح لي إني أخطب وأتجوز، بس أنا زلمة مربى منيح، ما تعودت غير أدخل البيوت من أبوابها، وأنا بصراحة عيني وقعت على المستورة بنتك، صرت أفكر فيها ليل نهار، مشان ما يكون هذا التفكير حرام جيت لعند منك وعم بخطبها رسمي. ليك مختار، أنا بعرف وبرجع بقلك أنا لا خرجي جواز ولا خطبة، وخصوصي إنه أنا بعيد عن أهلي وعن حارتي ومحكوم أعدام. لا تكمل عبود، يا عليم الله لو فتلت الدنيا كلها ما رح لاقي لبنتي رجال مثلك. يعني موافق مختار؟ أنا موافق، بس لأخذ رأي البنت وبكرة برد لها خبر. إيه شو عليه مختار، حق وواجب، مش كان المستورة وافقت إن شاء الله هلأ منخليها خطبة، بس تبين الحقائق نحكي بجواز. اتكل على رب العالمين. الحمد لله الحمد لله يا ربي، وأخيرا خطبني. أنا سألت البنت ووافقت، بقى امتى ما بدك مر لعنا على البيت مشان نقرا الفاتحه على نية التوفيق. شو بضاي؟ شايفك متضايق. انا كنت مفكر انك راح تطير من الفرح. الله يستر على عرضك مختار، لا تاخذني، بس بتعرف مختار لازم ناجل موضوع الخطبه شغله يومين ثلاثه زمان. اوف، ليش بقى؟ والله يا مختار في عنا شابة من الحارة الله يطول بعمرك امبارح استشهد. أنا عم أقول لحالي ما هي حلوة يعني أخطو ولسه الشاب دمه ما بريد. أصيل يا عبود، معك حق، علي الجيرة إنك موجب ومربى وبتعرف بالأصول. أخي البنت إلك، إمتى ما نويت تخطبها ليك وبيتي تجي وبتدفش الباب برجلك. أعوذ بالله يا مختار، أنت تاج راسنا ونحن نتشرف والله. عبود، أنا نوري أبو الذهب. طاع، اسمع يا نوري، أنا لا بدي أقتلك ولا بدك تقتلني، أنا بحترمك وبعزك كتير، فحمل ضرب طريقك وروح رجع لحارتك. لك وينك لك غدار؟ أنا مالي غدار، افهم واسمع منيح، انا مالي غدار يا نوري، انا هلا شايفك وانت مالك شايفني، يعني انا بقدر اعنصك واقتلك بارضك، بس انا ما بقتل ابن حارتي. تذكر يا نوري انه طول عمرنا اصحاب واخوه، وانا ما بقتل ابن حارتي
ولازم تعرف وتفهم منيح انه انا بريء من دم الزعيم. روحوا دوروا على القاتل الحقيقي، دوروا عليه وخذوا تاركم منه واتركوني كرامة للنبي. هاشتك لك غدار، انت اللي قتلت الزعيم، وهذا اللي صار وقت عمك. في واحد قتله ولزع القصة بظهري مثل ما عمل شكري. فكر منيح يا نوري، فكر ورجع بذاكرتك، تذكر قديش كان عمك منيح معي. انا لم يمكن اني قتله، انا بحبه وبحترمه. انا ما راح اترجاك انك تصدقني، ليكني قاعد هون وكان فيكم خيري شري. وانا تعودت على الشنطه وما عادت تفرق معي منوب. بس مثل ما رب العالمين بين اول حقيقه وطلعت قدام منكم بريء، راح ببين الحقيقه الثانيه وعلم على كلامي. وتذكر يا نوري، تذكر منيح انك ظالمني. ما حقول لك شيء، رح قول لك نيال المظلوم عند ربه بريء وانت ادرى. كمان سلاح، وبعدين مين اللي عم يرمي سلاح؟ لازم نعرف مين. الله يرحمك يا عمو، يجعل مسواك الجنة. بي جيت بالعيد وريت لك الفاتحة، أمانة سامحني يا بي.
شكري. قوم يا ابو شكري قوم. كرامه للنبي تقوم وتقول له انه انا ما قتلتك. قوم وقول له انه انا بحبك وانه ما ممكن اني اقتلك. صار لي مده وانا برات حارتي مشنطات وانا مالي ذنبي قتلك وانت بتعرف هالشي. قوم يا ابو شكري قوم. قوم قول لنوري ولشكري ولأهل حارتي اني انا بريء من دمك يا زعيم. قوم انت بس يا زعيم اللي مين قتلك لحتى اشرب من دمه. لك قوم يا زعيم. كرامة لله قوم يا زعيم. شرى يا عبود. لك شو في؟ انكشفت الحقيقة ونعرف مين قتل الزعيم ابو شكري. عم تحكي عن جد؟ اي والله عم. طلع في واحد اسمه ابو سليم الطحان وكيل السرايا هن اللي قتلوه وانت طلعت بريء. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. ابو شكري قتل ابو سليم وراحوا كل رجال الحاره تيقتلوا الوكيل بس ما لقوا. وين راح الاتليه؟ هراب على طريق بيروت. ايوه ايمتى صارت القصه؟ هاي وصلت من السرايا فتنا ما لقيناه. ام اجيت خبرك. وين بده يروح يعني؟ ما له غير هالطريق لحتى يصل على بيروت. ايش بدك تسوي؟ في حساب بدي صفيه مع الواطي اللي حرمني من اهلي وحارتي. امشي لله. بني آدم ولا جني؟ هاي بعدين بنحكي فيها. بني آدم ولا جني؟ قتلته للزعيم أبو شكري يا واطي. بدك ترزق التهمة فيني يا حقير؟ لك مو أنا اللي قتلته. مو أنا اللي قتلته. هذا أبو سليم. بس أنت اللي بعته تقتله وعطيه الذهبات كمان. مو صحي هذا الحكي. مو صحي. هلأ عرفت ليش بدك تقتلني يا واطي. هلأ عرفت ليش بدك كان يموت. كل يوم تبعت لي دورية مشان تقتلني. تعمل لي فخ مشان اقتل فيه. بدك يعني موت. لكان ما بدك شاهد على فعايدك يذكر بكذبتك ويكشفك. اسمعوا لا، ما في شجرة وصلت ربا وإليك وقعت وما حدا سمع عليك. قتلته للزعيم ولا مفكر تقتله لنوري وتقتلني أنا؟ عم تفكر تخلص من رجال الشام واحد واحد؟ بس في شغلة أنت ما بتعرفها منوب. رجال الشام ما بتخلص. بدل الزعيم في ألف زعيم، وبدل نوري في ألف نوري، في ألف عبود. بوس إيدك لا تقتلني يا عبود. بوس إيدك. والله كان بودي فرغ البشكات كلها براسك بس في عالم أولى مني إن تقتلك. فهمان ولا يعوب بطو عبود. بدك تغدر فينا يا واطي يا خسيس بوي. بدك تغدر فينا يا عوض. نبشو أول شي نبشو. حاجة طعون سلاح. مش بقى تقبر فاطسك. خلي عينك على السلاح لبين ما ودي ورشاي. عيونك عم يربعك على حالك. شو حالك؟ يلا يربعك على حالك. اهلا وسهلا فيك بحارة اللوز.
ايش كنا قال لرجال سمعني صوتك استر عرضك يا عبود صوتك عبود استر عرضك فكني وخد اللي بدك يا قديش تدفع قد ما بدك بدفع 5000 10000 ذهب قد ما بدك زيدهم شوي ما زبطت قد ما بدك خد كل شيء معك مشان الله عبود يا العيني بوس ايدك عبود يا سيدي بدك شيء استر شفت منه تفكني الله يرفعك ما بدي غير تفكني استودعناكم لك عبود طير رايح تعال يا خس هلا بيسمعوك مش خدوك بالحارة شلا تعال لا تعال لا استودعناكم لك تعال لا عبود حسام 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 حلو هالواطي جاهد يا عم زي اللي انت لعند خلوه امرك شرف يا الله ويا رب عطي عينك على حالك روح الله يحميك مساء الخير لقدام يا أهالي حارة اللوز عبود الشامي لا هيك كتير يا عبود 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 أنا نوري عبود لك عبود رجع الشام الله رجع عبود لك على حب النبي رجع جاء لك عبود لك على حب النبي بدك ترجع لك قديش هك ذكرت عبود قديش هك ذكرت لك رجع نحن ظلمناك يا عبود سامحني لك عبود كلنا ظلمناك أنا اللي ظلمتك لك عبود أخي بوس إيدك طول بالك الثانية بنسألك يا بضاي مين أنت؟ مين أنت يا بضاي؟ عبود الشامي واحد من رجالك يا زقرتي ولسه الخير لقدام يا أهل الشام لك الله محيي البطة اللي حملك الحمد لله اللي انكشفت الحقيقة ايه والله الحمد لله يا عمي أبو دياب ايه عبود ايه انت بدك ترجع لحارتك قريبة ان شاء الله مختار
بس بعون الباري بيجي لعند منك أنا وأهل الحارة جاها مشان نخطب المستورة بنتك. بس في كم شغلة براسي لازم ساويهم قريب إن شاء الله مختار. شمس قديش عم استنى هاللحظة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باسم الآب والابن والروح القدس. يا رب! الله أكبر! الله أكبر! خليني موت. أنا بست إيدك مشان أجي لهون وأستشهد.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زعيم أصيبت الولاد ما لهم غيرك من بعد الله. بعيوني يا محمد بعيوني بعيوني يا حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يا محمد الجنون. انه قالوا علي هون هلا صار دورك لك عبود. لسه الخير لقدام يا شام. قولوا والله شباب يا رجال. الله يحييك عمي. خذوا شباب خذوا. الله اكبر الله اكبر يا جماعه دعوا الحاول فارس ويعوب. يعوب صغيري صغيري يعوب يعوب. عبود الحمد لله اني شفتك بخير يا رفيق. يا شيخ الشباب انت ما قلت لك الله ما بيحب الظلم. كان حلمي اني اشوفك راجع الحارة معزز مكرم، بس الله ما طعمني اشوفي، طعمني الشهادة. الحمد لله. وينو الزعيم؟
يعقوب. تسلم لي يا زين درجال انت. يشهد علي ربي يا زعيم اني حبيتك وحبيت الحارة، بس انا كذبت عليك كذبي صغيري. بيضة بيضة. انا مو ساكن مع اهلي في دمر، انا قاعد مع عبود. انا زلمة عبود، سامحوني يا رجال، سامحوني كذبت عليكم، بس يشهد علي يا ربي اني حبيتكم. الله يسامحك يا يعقوب، الله يسامحك يا يعقوب. يعقوب انت يا بضاي مسامح دنيا وآخرة. يا رجال يعقوب هالمرة ارتاح، ونيالي اللي ارتاح، نيالي اللي برتاح في حضن الوطن. وصيتي يا رجال العز والسلاح لتراب الشام خيطوا لي كفن. بدي منكم شغلتين، عبود بتروح عدير عطيه تسأل على أبو يعقوب، بتقول له يعقوب راح شهيد، راح مع الفرنسي. أنا صحيح هدم عبود، هدم بأمر الدم ما صار مي، فهمت علي يا صحيح؟ فهمت علي يا عبود؟ وهلا خلصت مهمتي، أنا رايح. بدكم شيء؟ يا الله ما أحلى سما الشام. يعقوب، يعقوب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. أسف، لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله الشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله. شرف يا بطل، حارتك عم تستناك. Thank you.
الفلوس رجعت يا عبود. وحصانك في خيط الدم مشدود. ويا ما قالوا لي عبود ما رح يرجع. رجع وفرجها ربي المعبود. يا مو ياسين ارفع راسك، انت ابن خالق العبود البطل. يا اهل حارة اللوز ارفعوا راسكم، ارفعوا راسكم في ابن حارتكم. يا سكرتي يا ابو بطرس ارفع راسك، عبود واحد بنرجع لك. اي والله. خذ يا ابني يا نوري. شرفت حارتك يا زعيم. هذا السيف لك، انت بتستحقه اكثر منا كلنا يا عبود. ده يا كبير، ما حبيت منك هي اليوم. انا جاي اعيش بحارتي، عيش مع خالتي ام ياسين، مالي جاي لحتى اخذ منك الزعامه. بس الزعامه من حقك، نحن عذبناك كثير. انا ظلمتك، اهل الحاره كلهم ظلموك. ان شاء الله يا رب نقدر نكفر عن اخطائنا. مسيك. لا والله يا كبير، انت زعيمنا وتاج راسنا ومن طول عمر الزعامه بعيلتكم. اسمعني منيح زعيم، انا جاي زياره على الحاره لاني اشتقت لترابها ولحجاره ولاهلها وناسها والزقرتاويه اللي فيها. رجعت مشان اعيش ببيتي، اعيش مع خالتي ام ياسين. رجعت لحتى لي شوفك يا زعيمنا يا كبير. مشان هيك لازم تتذكر بانه انا لساتني ملاحق من الفرنساوي، يعني مطاره. وهذا السيف طاهر يا زعيم، واللي حملوه قبلك كلهم طاهرين. مشان هيك انت الوحيد اللي بتحمله. يا الحارتي، زلقتوا لكبيرنا، زلقتوا لزعيمنا، زلقتوا للرجال اللي بيفدي عرضه وبدمه وبروحه وبعياله. سامحنا يا بطل، نحن ظلمناك. سامح أخوك نوري وأنت الأبضان. سامحنا الله يرضى على اسمك يا عبود. يا ابني عبود، نحن اتهمناك بتهم كثيرة وانت بريء منها، أرجو انك تسامحنا. هذا السيف انت بس اللي بتحمله، سيك من ايدي. يخرب